بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعزائي متابعي قناة أولاد الملك، أهلا بكم. بمناسبة الذكرى الرابعة لانتقال قدس أبونا المحبوب أبونا سربامون عبدور السماء، كنت حابب أكلمكم عن حكاية حصلت مع أبونا أثناء رحلة لأضيورة الصعيد سنة 2009، بالتحديد في زيارة لدير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمحافظة سوهاج. ونقلا عن شاهد عيان، وقال: شفت أب راهب كان بيسوق جرار، وأول لما شاف أبونا سربامون قام وقف الجرار ونزل جري علشان يسلم على أبونا اللي بدله التحية وأخده في حضنه. وعرفنا بعد كده من الراهب إنه قبل الرهبنة كان بيصلي قداسات مع قدس أبونا سربامون، وكان بيصلي ورا أبونا شماس. وقعد يكلمنا عن روحانية وقداسة أبونا سربامون، وقال لنا: أنتم مش هتعرفوا قيمته بجد إلا بعد نياحته وانتقاله للسماء. أما الحكاية العجيبة اللي حصلت هو إن في سيدة زوجة طبيب راحت تسلم على قدس أبونا اللي بادرها، وقال لها: أنت جاي تسلمي عليا وسايبة جوزك تعبان ومريض في البيت؟ فقالت له: لا يا أبونا، أنا كنت سايباه كويس جدا في البيت وما كانش تعبان ولا أي حاجة. أم قال لها: لأ، هو تعبان وكمان متغطي ببطانية حمراء. ولما عادت هذه السيدة إلى منزلها، والمفاجأة لقيت جوزها تعبان ومريض بالفعل ومتغطي ببطانية حمراء. وده نفس الكلام اللي قاله لها أبونا لما كانت معاه، والطبيب وزوجته لازالوا موجودين وعايشين في أمريكا. حقا سر الرب لخائفيه. وبالرغم من حياة قدس أبونا سربامون من بداية ميلاده ولغاية انتقاله للسماء من عالمنا مليئة بالأعاجيب والمعجزات، ولكن أكبر معجزة عملها قدس أبونا سربامون هو قيادته الروحية الحكيمة لشعبه وولاده لحياة التوبة الحقيقية والخدمة. وأصبح معظم أولاد أبونا آباء رهبان وكهنة وخدام مباركين بيخدموا ربنا والكنيسة في أماكن كتير، سواء جوا مصر أو برا مصر. وده كان نتيجة للعمل الفردي اللي كان أبونا بيخص بيه كل واحد على حدة. فأبونا جذب بمحبته وأبوته وصلواته كتير من شعب الكنيسة اللي التفوا حوالين المسيح، فكان ولا يزال قدوة ومثالا يحتذى به على مر الأجيال. بنسأل من ربنا يسوع المسيح له المجد إلهنا الصالح أن يتقبل صلوات وشفاعة قدس أبونا سربامون من أجلنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. إلهي معك كل حين، معك في السجون نحيا فرحين، معك يا إلهي معك كل حين، معك في السجون نحيا فرحين. فأنت الإله والأب الحنون، تعزينا دوما حتى في السجون. فأنت الإله والأب الحنون، تعزينا دوما حتى في السجون. برغم الآلام برغم الأمين، طالما جلالك في الضعف معين. برغم الآلام برغم الأمين، طالما جلالك في الضعف معين. فأنت الإله والآب الحنون، تعزينا دوما حتى في السجون. إليك إلهي نرفع العيون، فيأتينا عونك ويدك تصون. إليك إلهي نرفع العيون،
فيأتينا عونك ويدك تصون. فأنت الإله والآب الحنون، تعزينا دوما حتى في السجون. كما كان مجدك هكذا يكون، إذ أحاط الفتية في وسط الأتون. كما كان مجدك هكذا يكون، إذ أحاط الفتية في وسط الأتون. فأنت الإله والآب الحنون، تعزينا دوما حتى في السكون. طالما عينيتك سمحت لنا، فالشكر نقدم من قلوبنا. طالما عينيتك سمحت لنا، فالشكر نقدم من قلوبنا. فأنت الإله والآب الحنون، تعزينا دوما حتى في السجون. احفظ الكنيسة وبطري أركانا، واسكب السلام في ربوعنا. احفظ الكنيسة وبطري أركانا، واسكب السلام في ربوعنا. فأنت الإله والآب الحنون، تعزينا دق حتى في السجون. إذا عجب حضراتكم محتوى القناة ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وإذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ياريت تعملوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد يستفيدوا منه. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة من قناة أولاد الملك. سلام، ربنا يكون معكم.